بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحالة الخامسة من حالات الآن، وهي الحالة الأخيرة. وهذه الحالة فيها 13 وجها، وذلك بأن تجتمع مع بدل واقع بعدها. وحالتها كالآتي: إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام القصر مع ثلاثة البدل، ثم إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام التوسط مع توسط البدل، ثم إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام الطول وعليه في البدل الطول كذلك، ثم تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام القصر وعليه في البدل ثلاثة أوجه، ثم تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام التوسط وعليه توسط البدل، ثم تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام الطول وعليه الطول في البدل، ثم إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر حركتين وفي اللام القصر كذلك وعليه في البدل ثلاثة أوجه، ثم إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر حركتين وفي اللام الطول وعليه الطول في البدل. يطبق هذه الأوجه: إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام القصر وعليه قصر البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وعليه قصر اللام وعليه التوسط في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام القصر وعليه في البدل الطول. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام التوسط وعليه توسط البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع المد وفي اللام الطول وعليه الطول في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر حركتين وفي اللام القصر وعليه القصر في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر حركتين وفي اللام القصر حركتين كذلك وعليه توسط البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر حركتين وفي اللام القصر حركتين كذلك وعليه الطول في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام القصر وعليه القصر في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام القصر وعليه التوسط في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام القصر وعليه الطول في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تسهيل همزة الوصل بين بين وفي اللام التوسط وعليه التوسط في البدل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تسهيل همزة الوصل بين بين وعلي الطرف اللام وعلي الطرف البدل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. انتهت الأوجه. قال الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله: ومد همزا ثم سهل واقصرا، لاما وثلث بدلا تأخرا، وفيهما واستق أو امدد واجعلي، قصرا لهمز ثم لام تفضلي، وبدلا ثلث وذي حالاتها، خمسا كما عن الثقات عدها. وقد قرأت هذه الأحكام في كتابي الوجدان في أحكام آلان، وقد قدم له ورجع فضيلة الشيخ المقرئ سعد الدين محمد كمال رزيقة حسنين حفظه الله، عضو مجلس أمناء مشيخة القراء بأمريكا وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية. ولي فيه كتاب آخر اسمه إرواء الظمآن شرح الإتقان لمالي ورش في آلان، وهو شرح لنظم فضيلة الشيخ المقرئ أحمد بن نواف المجلات القطري الضرير حفظه الله. وبهذا نكون قد أنهينا أحكام الآن الخمسة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من سمعها، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.